مساء سعيدا لكل مشاهدي الشوط الثالث في كل مكان، احييكم احلى تحيه. ناخذكم للتعرف هذا اليوم في جوله للتعرف على اخر المستجدات والمتابعات الرياضيه. للتذكير بامكان جميع مشاهدينا متابعه هذه الحلقه الان على الهواء مباشره عبر صفحه التواصل الاجتماعي فيسبوك والصفحه الخاصه بتلفزيون الشرقيه. جولتنا لهذا اليوم نبداها من اهم العناوين. منتخب ناشئة العراق بكرة القدم يتوج بجائزة الشيخ محمد بن راشد للإبداع الرياضي لهذا العام بعد تتويجه بطلا للقارة الآسيوية وتأهله لنهايات كأس العالم في الهند 2017. رئيس لجنة الانضباط طه عبد حلاتة يؤكد أن عقوبة جمهور الجوية جاءت بطلب من رئيس ناديهم بعد تخليهم عن الروح الرياضية في مباراة الزوراء الأخيرة وحملهم للافتات بعيدة عن الروح الرياضية. ومستقبل المنتخب الوطني العراقي يناقشه هذا اليوم الشوط الثالث بعد إلغاء بطولتي غرب آسيا في الأردن وخليج 23 في الدوحة مع الكابتن باسم قاسم. أهلا بكم من جديد. أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم هذا اليوم أن منتخب ناشئة العراق المتوج بلقب كأس آسيا 2016 قد فاز بجائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي لهذا العام عن الإنجاز الذي حققه كذلك تأهله بكل جدارة واستحقاق لنهايات كأس العالم في الهند وأيضا وصوله إلى دور 16 من البطولة. حيث أكد المتحدث الإعلامي لاتحاد الكرة محمد خلف في اتصال للشوط الثالث هذا اليوم أن اللجنة المنظمة لجائزة الشيخ محمد بن راشد للإبداع اختارت منتخبنا الوطني للناشئين بعد فوزه بجائزة الإبداع. وأضاف خلف أن فوز المنتخب جاء بعد أن توج بلقب بطولة آسيا عام 2016 على الرغم من الظروف والتحديات التي يمر بها العراق. مبروك لمنتخب ناشئة العراق على هذا الإنجاز التاريخي الرياضي الذي يجير للكرة العراقية والرياضة العراقية. مبروك للكادر التدريبي وأيضا شكر موصول لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي يسعى جاهدا لأن يكرم جميع المبدعين ليس في شأن الرياضة وحدها بل بكل الشرائح سواء كانت ثقافية سياسية أدبية. حقيقة السنة الماضية فازت أيضا بجائزة سمو الشيخ محمد بن راشد للإبداع الرياضي البطلة العراقية فاطمة المشهداني التي اختيرت كأفضل رياضية ونالت الجائزة بكل استحقاق. وهذا العام أيضا يواصل العراق ورياضة العراق وكرة العراق تحقيق الإنجازات. طبعا لابد أن نتقدم بالشكر الجزيل أيضا إلى زميلنا الصحفي علي شدهان اللي وافانا بآخر النتائج في من خلال اتصالاته بالشوط الثالث وبعثه برسائل. طبعا التكريم اللي راح يكون بإذن الله تعالى في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في شهر كانون الثاني المقبل بإذن الله تعالى، وأكيد راح نكون حاضرين لتغطية هذا الحفل الرياضي الكبير. أيضا رئيس لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم طه عبد حلاتة أكد أن عقوبة جماهير فريق القوة الجوية التي صدرت مؤخرا جاءت بطلب من قائد القوة الجوية أنور حمى واللي هو يشغل أيضا بذات الوقت رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية بعد اللافتات التي حملت من بعض المحسوبين على جمهور القوة الجوية اللي الحقيقة الكل استاء الكل استاء من حمل هذه اللافتة المسيئة اتجاه نادي الزوراء خصوصا وإلى الروح الرياضية العراقية عموما. وأشار حلاتة إلى أن اللافتة دخلت عن طريق حافلة فريق القوة الجوية لأن الجهات المسؤولة في ملعب الشعب لديها واجب بتفتيش جميع اللافتات التي تهدف إلى العنصرية وتسيء إلى الخلق الرياضي واللحمة الوطنية بين العراقيين. وبين
أن العقوبة ستكون مباراتين بدون حضور جماهيري، فضلا عن غرامة 5 ملايين دينار، حيث ستطبق العقوبة على الجميع. وتابع حالاته أن مباراتي الفريق الجوي أمام أمانة بغداد والصناعات الكهربائية ستكون من غير جماهير. للأسف الشديد هذا الموضوع اللي إحنا يجب أن نقف عنده ونتحدث حوله هو ظاهرة خطيرة جدا. البعض يسعى لأخذ الكرة العراقية التي وصلت قاب قوسين أو أدنى من رفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية، يحاول من خلال هذه اللافتات الغير مسؤولة الغير منضبطة اللي الجميع استاء، حتى جمهور الجوية المعروف بتشجيع الراقي بخلقه استاء من بعض العناصر المحسوبين عليه وحملة للافتة تسيء فعلا، تسيء للخلق، تسيء للرياضة عموما، للأندية. ماكو فرق، الزوراء، الجوية، الشرطة، الطلبة، جميع الأندية كلها واحد. الجمهور اللي يدعم ناديه يدعمه بثقافة التشجيع النظيف. وين الأهازيج الحلوة اللي كنا نسمعها؟ وين كانت الأغاني اللي كانت تتغنى بها روابط الأندية وخصوصا أندية المحافظات النجف والرمادي والميناء؟ من كانوا يجون الملعب الشعب ويغنون أجمل الأغاني؟ هو هاي المتعة. أما هاي العبارات البعيدة كل البعد واللي إحنا نسمعها حقيقة متفاجئين إذا كان من جمهور الجوية أو من الزوراء أو من أندية أخرى. أكو كلمات عيب، يعني يؤسفني أنه أتحدث بهذه المفردات، كلمات بعيدة كل البعد عن الذوق وعن الخلق العراقي وعن الروح الرياضية العراقية. أرجوكم، هذه اللافتات حقيقة لو رآها الاتحاد الآسيوي أو الاتحاد الدولي، لا سيما أن مباريات دورينا تنقل من جميع الفضائيات العراقية العربية، وبالتالي راح ندخل في متاهة احنا في غنى عنها. وهذا التعب اللي ركبنا وصار لنا سنين حتى نقنع الناس انه احنا جاهزين لرفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية، نفر ضال يسيء، وبالتالي الحقيقة راح نرجع الى المربع. دعوة خالصة الى روابط جمهورنا العزيز الغالي على ان نتكاتف ونحرص كل الحرص على ان نصل بدورينا إلى شاطئ الأمان، بعيدا عن المهاترات، بعيدا عن تفكك روابط العراقيين، والله يبعدنا من التفكك. نتمنى الموفقية والنجاح إلى جمهور القوة الجوية، وأن تكون هذه العقوبة إن شاء الله مستقبلا راح تخليه بحزم، خاصة الرابطة. أوجه كلامي إلى الرابطة اللي تحرص كل الحرص على أن تدعم فريقه بعيدا عن هذه الأمور. أيضا سمت إدارة القوة الجوية سادتي المشاهدين مؤخرا راضي شنيشل مدربا لفريق القوة الجوية خلفا للمستقيل حسام السيد. إدارة القوة الجوية اجتمعت ساعات عديدة لوضع النقاط على الحروف والاتفاق على بنود العقد وآلية قيادة راضي شنيشل اللي أبدأ رغبة بتدريب النادي. راح نشاهد ما صرح به راضي شنيشل للجمهور الرياضي عن مهمته الجديدة. يذكر أن راضي شنيشل آخر مهمة إلى كانت تدريب المنتخب الوطني العراقي، واللي من خلاله قرر اتحاد الكرة إبعاده بعد النتائج المخيبة للآمال اللي حققها شنيشل مع المنتخب الوطني وخروجنا من نهائيات كأس العالم. راضي شنيشل، نستمع إلى ما قال لجمهور القوة الجوية. على الثقة الكبيرة طبعا اللي قيادة الفريق موجودة في هذه الفترة، أتمنى على الجميع أن يقف في هذه الفترة مع الفريق، وأعتقد القوة الجوية قادر أن يعود ويعود بسهولة، لأن هنالك نوعية صراحة من اللاعبين والفريق ذو شخصية، وأنا أعتقد آخر 3 سنوات هو فريق بطولات وشرف الكرة العراقية. أتمنى على الجميع أن يقف في هذه الفترة حتى نعود بالفريق إلى وضع الطبيعي. صح المهمة صعبة، البداية متلكة، لكن أعتقد هنالك وقت وسعة من الوقت أن نعود بالفريق إلى وضع الطبيعي إن شاء الله.
الموفقية لراضي شنيشل في مهمته الجديدة، لكن أكو قضية لازم نناقشها. حسام السيد عقد 160,000 دولار، وهذا ما قال الأمين المالي للشوط الثالث في لقاء الأسبوع الماضي عندما تحدث عن قيمة هذا العقد. والحقيقة الآن نريد نعرف كيفية الدفع، هل حسام السيد سيأخذ المبلغ كاملا؟ وهاي وين راح نجيرها؟ مطلوب من إدارة القوة الجوية الآن اللي عليها لغط كثير الآن، والحقيقة ننتظر أيضا إجراءات وزارة الدفاع اللي وعدونا بلسان وزير الدفاع عبر اتصالاته أن يجري تحقيقا مع شبهات الفساد التي تحوم حول عمل إدارة القوة الجوية. هذا الموضوع احنا ننتظره، وبالتالي موضوع ال 160,000 دولار، ما معقولة مدرب يجي يدرب 4-5 لعبات ياخذ 160,000 دولار ويدير وجهه ويروح. وبالتالي أيضا راضي شنيشل الله يعلم ايش قد عقده. احنا مو ضد العقود، لكن هذا التخبط اللي يؤثر الى هدر المزيد من الاموال العامه. فنريد نعرف شلون الاتفاقات وشلون صارت وشنطه، لانه هذا الموضوع احنا يقلقنا حقيقه، يقلقنا لانه اكو امور كثيره راح نتحدث بها تباعا بعد ان وصلتنا الكثير من الملفات اللي راح نعرضها باذن الله تعالى لجمهورنا الرياضي الكريم. نذهب الى بطولة العالم بالمواي تاي اللي احتضنتها بغداد الحبيبة، واللي صار عليها لغط واسع من قبل الاتحاد العراقي المعني بهذا الموضوع، هو اتحاد الكيك بوكسينج. الحقيقة عدد من اللاعبين الأبطال اللي تواجدوا في بغداد الحبيبة، بغداد السلام، أيضا أقيمت بعض النزالات للعبتي المواي تاي والكيك بوكسينج. احتفالية جرت في ملعب الشعب الدولي، وحضرها عدد من الجمهور الرياضي وعدد من المهتمين بشؤون هذه المباريات، وجرت عدد من النزالات في ملعب الشعب الدولي. أيضا كنا نتمنى أن يكون الحضور أكثر من هذا الموضوع، ولكن يبدو أن التقاطع اللي صار ما بين اتحاد الكيك بوكسينج اللي غاب تماما عن هذه البطولة، واللي صرح رئيس الاتحاد قبل فترة للشوط الثالث أنه بنود هذه البطولة بعيدة كل البعد عن ضوابط الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، وبالتالي هذه البطولة هي بطولة مراهنات، هذه البطولة غير معترف بها، وهذه البطولة لا تمت بصلة إلى الاتحادين الآسيوي والدولي وأيضا الاتحاد العراقي المنضوي تحت هذين الاتحادين في الإشراف على هذه البطولة، بطولة الكيك بوكسينج. أيضا التقينا بالسيد رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي وأيضا البطل العراقي توفيق عدنان، اللي تحدث عن فرحه وسروره بتواجدهم في بغداد الحبيبة وأيضا للمشاركة في هذه البطولة. نشاهد ما صرح به رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي، اللي أكد أيضا ليش غياب الاتحاد العراقي للكيك بوكسينج عن هذه البطولة، وبالتالي هي البطولة بطولة كيك بوكسينج ومواي تاي، لكن يبدو أنه رياضي المواي تاي نالوا الإعجاب لأنهم لعبوا تحت ضوابط الاتحادين الآسيوي والدولي للمواي تاي. نتابع ما قالوا. طبعا الحدث اللي عم بيصير اليوم هو حدث مش طبيعي، هو حدث دولي بامتياز. العراق يستضيف بطولة فيها أكثر من 15 دولة أجنبية، وطبعا عرب وأبطال عراقيين عم يلعبوا، وطبعا بدي أنا نقول كلمة كمان لكل إخواننا العراقيين والعرب أنهم يتابعوا معنا ويشوفوا أنه العراق بعكس ما بعض الإعلام بيحكي، الأمن مستتب وممسوك ونشاطات اقتصاديا ورياضيا وكل شيء، والرياضة هي خير دليل لنقل صورة جيدة خاصة بوجود أكثر من 15-16 دولة راح تكون معنا. بالنسبة للبطولة وهذا الكرنفال، هذا عرس للعراقيين كلهم، أن نجيب أبطال العالم ومصنفين ومحترفين ومعروفين ولهم رصيد من النزالات والبطولات العالمية المعروفة وتجيبها بالعراق ويقيم هاي البطولة، هذا نصر للعراقيين وهذا رفع الحظر على الرياضة العراقية، وبنفس الوقت تعكس العالم الخارجي أن العراق بأمن وباستقرار والشعب العراقي شعب ودود ويستقبل الشعوب الأخرى.
قريبا راح نفتح الملف في هذا الموضوع مع رئيس اتحاد الكيك بوكسينج اللي وعدنا انه راح يكون قريبا ليتحدث عن هذه البطولة وشنو أبعادها وليه صنفت أنه بطولة مراهنات، ورياض العزاوي هل فعلا هو بطل عالمي وغيره من الأمور راح نناقشها قريبا مع رئيس اتحاد الكيك بوكسينج. مشاهدينا الأحبة، أيضا للأسف خسر منتخبنا الوطني بكرة السلة مباراته الثانية في تصفيات كأس العالم المؤهلة إلى الصين 2019 أمام الفريق الكازاخستاني في المنافسات الجارية حاليا في المملكة الأردنية الهاشمية والعاصمة عمان. الفريق العراقي خسر هذه المباراة بنتيجة 82 مقابل 76 نقطة كأس العالم. أخيرا قبل الذهاب إلى ضيفي الكريم وإلى المحور اللي نحرص كل الحرص في برنامج الشوط الثالث على أن نناقش القضايا الآنية، صرخة استغاثة من رياضيي وأهالي مدينة الفلوجة إلى الحكومة العراقية، هذه المدينة التي تحررت منذ فترة طويلة بسواعد مقاتلين الأبطال. لا تمتلك هذه المدينة العزيزة الغالية على قلوب كل العراقيين إلا ملعب رياضي واحد مدمر بالكامل. رح نعرض هذه الصور سادتي المشاهدين، واللي نأمل من الجهات المسؤولة من الحكومة العراقية من وزارة الشباب مد يد العون لإعادة تأهيل ملعب الفلوجة. هذه الصور سادتي المشاهدين اللي نشوف الحقيقة تدمع ومؤلمة، لأنه هذا الملعب اللي الحقيقة شهد العديد من المباريات على مدى التاريخ، واللي خرج عدد كبير من اللاعبين في كرة القدم، في ألعاب الساحة والميدان، كرة الطائرة. الفلوجة معروفة بالألعاب الفردية، ومحافظة الأنبار عموما معروفين بالنجوم الكثار اللي مثلوا المنتخبات الوطنية. الحقيقة هاي الصور اللي وصلتنا اللي نشاهد حجم الدمار والإهمال الذي لحق بملعب الفلوجة. هاي القاعة الرياضية اللي هي قاعة نادي الجولان الرياضي، هذا النادي اللي عنده إرث تاريخي كبير، محطم بالكامل، أرضية لا تصلح إلى أي شيء، مدرجات الملعب أيضا مدمرة نتيجة الاحتلال الداعشي لهذه المدينة، وأيضا آثار حرب التحرير اللي شهدتها المدينة واللي عادت من جديد إلى أحضان الوطن. هذه الصرخة اللي وصلت للشوط الثالث من أهالي مدينة الفلوجة، نحاول أن نصل بها إلى وزارة الشباب، نحاول أن نصل بها إلى الحكومة العراقية، بالنظر إلى الشباب الرياضي وإعادة البنى التحتية الرياضية لغرض احتضان الشباب وضم الشباب من جديد لغرض تأهيلهم تأهيل رياضي صحيح، لأنه الرياضة حالة صحية، الرياضة شيء جميل، أنه إحنا شبابنا يجب أن يتمتع بالصحة والعافية. والحقيقة المنشآت الرياضية عندما تبنى بشكل صحيح أكيد الكثير راح يتجه إلى الرياضة، ونتمنى أن تصل صرخات أهالي مدينة الفلوجة عبر منبر الشوط الثالث من الشرقية نيوز إلى مسامع المسؤولين العراقيين. أرجو أن ينتبهوا لهذا الموضوع، لأن احنا دائما نسعى إلى أن نضع النقاط على الحروف في إهمال البنى التحتية الرياضية، لأنه كثيرين من المسؤولين يقول لك هسه يا رياضة خلينا نبني أمور أهم. لا، البنى التحتية الرياضية من الأولويات، إذا أردت أن تصنع شعبا عظيما فاهتم في بناها التحتية الرياضية. وشعب العراق شعب عظيم، شعب العراق شعب معروف بإرثه الحضاري التاريخي، وخصوصا في مجال الرياضة. اسألوا، أنا ما لومكم لأن أنتم أكثركم ما تعرفوا شيء عن العراق، لأن كنتوا عايشين برا وجيتوا، وهذا القدر اللي خلاكم تقودون العراق وتقودون مقاليد الحكم في كل المفاصل. للأسف الشديد نشعر بمعاناة، وإحنا يمكن عبر هذا المنبر اللي دائما يبحث عن المصلحة العامة ناشدنا مرارا وتكرارا، يا جماعة انتبهوا لملعب الرمادي، انتبهوا لمحافظ صلاح الدين، انتبهوا إلى ديالة المهملة، صلاح الدين المهملة، الرمادي المهملة، كل المحافظات حقيقة. حتى أيضا نتحدث عن المحافظات في جنوب العراق، أيضا ترى أندية كثيرة الآن مهملة في الجنوب، وراح نجي عليها تباعا إن شاء الله. دعوات خالصة عبر هذا المنبر أن يتحقق ما يصبو إليه أهالي الفلوجة وخصوصا الشباب الرياضي في هذه المدينة العزيزة الغالية. مشاهدينا الأحبة، إلى الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم،
واللي راح نتحدث به عن مستقبل منتخبنا الوطني في ظل إلغاء بطولتين، هي بطولة خليجي 23 وبطولة غرب آسيا بكرة القدم اللي كان يعول عليه الكادر التدريبي لمنتخبنا الوطني بإعداد فني صحيح للاستحقاقات المقبلة. يسعدنا هذا اليوم أن نستضيف مدرب منتخبنا الوطني الكابتن باسم قاسم اللي حل ضيف عزيز علينا في برنامج الشوط الثالث عبر الشرقية نيوز ومن بغداد الحبيبة عبر الأقمار الصناعية وعلى الهواء مباشرة. أجدد الترحاب بك كابتن باسم ضيفا كريما في برنامج الشوط الثالث. أهلا ومرحبا، تحياتي لحضرتك السادة محمد، تحياتي لكافة مشاهدي قناة الشرقية. أهلا ومرحبا بك كابتن باسم، وسعداء جدا بتواجد حضرتك معنا في هذا البرنامج لمناقشة قضية مهمة، وربما الجمهور العراقي الآن يتساءل لقضيتين مهمة، هي استعدادات المنتخب اللي شهدت إلغاء بطولتين كان يبحث عنها باسم قاسم، هي غرب آسيا وخليج 23، وكذلك قضية أخرى هي تداخل إعداد الوطني والأولمبي للاستحقاقات المقبلة، لا سيما أن الأولمبي عنده تصفيات آسيا في شهر واحد. كابتن باسم، بعد إلغاء هاتين البطولتين كيف سينظر الكادر التدريبي للمنتخب الوطني في إعداده للمرحلة الجديدة؟ يعني الحقيقة أستاذ محمد، يعني بشكل رسمي تم إلغاء بطولة غرب آسيا، لأنه الشركة الراعية حقيقة هي من طلبت به، ليس إلغاء وإنما تأجيل، وأعتقد إلى شعار آخر أو لربما إلى الشهر السادس من العام القادم. نعم. يعني هذا حسب معلوماتي، لكن بطولة الخليج العربي أعتقد حتى قبل 3 أيام تم إرسال قائمة يعني بأسماء اللاعبين اللي راح يشاركون المنتخب العراقي في بطولة الخليج العربي، ولا حتى هذه اللحظة اللي أتكلم بها. نعم. مع حضرتك يعني لا يوجد بشكل رسمي تأجيل، لربما يعني هناك بعض المعطيات اللي نستدل من خلالها لربما البطولة ذاهبة إلى التأجيل، لكن بشكل رسمي لحتى هذه اللحظة اللي أتكلم مع حضرتك يعني بطولة الخليج لا زالت قائمة، لأنه على اعتبار هناك فسحة من الأمل. نعم. أن يكون الفريق الكويتي يعني المنتخب الكويتي متواجد، وإذا ما تواجد المنتخب لن يتواجد الكويتي ستكون هناك 5 فرق ومن ضمن الشروط يعني أنا أتكلم لك كابتن. بشكل نعم لن يتواجد. نعم. كابتن لن يتواجد لأنه العقوبات ما زالت لك. نعم. نعم. أتكلم نعم. لك أتكلم. نعم. لك بشكل رسمي، لأن حضرتك يعني أنت تعرف الإعلام، يعني حتى ما أشيع أخيرا يعني عبر وسائل الإعلام أنه لو ربما هناك يعني أكونية لدولة قطر أنه أحد المجاميع على مستوى كأس العالم ومن. نعم. هذا القبيل. إذن إحنا أنا يعني حقيقة أتعامل مع الرسميات، لأنه الرسميات أستلمها. طيب. من الاتحاد العراقي. نعم أنا أتفق معك بالرأي، يعني إذا سألتني رأيي الشخصي من حيث المعطيات الموجودة على أرض الواقع، أنا أكلمك أقول لك يعني أنا لدي قناعة 80 أو 90% أنه البطولة ستلغى، لكن. نعم. أنا أتعامل كتعامل رسمي، لحتى هذه اللحظة لم يتم تبليغي بشكل رسمي من قبل الاتحاد العراقي. طيب. بل قبل 4 أيام و5 أيام تم إرسال قائمة ب35 لاعب. طيب الآن نتحدث فيما لا قدر الله وفق معطياتك الشخصية بعيدا عن الرسميات، إذا ما ذهبت البطولة بطولة خليجي، لأن حقيقة نتمنى أن تقام، لأنه حقيقة هي تعكس مدى اللحمة بين شعب دول الخليج، بالإضافة إلى تواجد العراق ملح البطولات، وحضرتك يمكن أيضا أحد كباتن المنتخب الوطني في البطولة السادسة اللي صارت في الكويت، والفريق العراقي اشترك بالفريق باء، وباسم قاسم كان كابتنا لمنتخب العراق في هذه البطولة. الآن نتحدث الان انت مدرب الثامنه. نعم. نعم الثامنه بالبحرين. عفوا اي الثامنه. نعم. في البحرين بطوله. نعم. الخليج العربي الثامنه بالبحرين. نعم. 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 نعم الان نتحدث، انت تعقد الامال على اقامه دورتين، لان من خلالها الكادر التدريبي للمنتخب راح يستفيد كثيرا، لكن الان اكو بدائل، شنو الخطط البديله لباسم قاسم في حال تم الغاء او تاجيل هاتين البطولتين؟ يعني بكل تأكيد أستاذ محمد، اليوم احنا امام واقع حال، يعني هذا الواقع حال يفرض نفسه من حيث تأجيل البطولات. نعم. لكن مع هذا يعني علينا الا نستسلم لهذا لواقع الحال المفروض يعني بتأجيل البطولتين، اذا ما اعلن بشكل رسمي عن تأجيل بطولة الخليج العربي، علينا ان نبحث يعني حقيقة على البدائل، والبدائل يعني ستكون الهدف منها أنه نحافظ دائما على جاهزية اللاعبين، لأنه من غير المعقول، الحمد لله وشكر أقول بعد ما حققنا نتائج معقولة لا بأس بها، يعني نالت رضا أغلب المتابعين وأغلب المشاهدين من الجماهير والمعنيين، احنا علينا أن ندعم ما وصل إليه المنتخب العراقي من مستوى نقدر نقول مقبول إلى أن
نحقق يعني، وانا هذا ما اسعى اليه حقيقه، انه الهدف الاخر اللي اطمح الى تحقيقه انه تكوين فريق مقتدر قادر على تحقيق الانجازات في الفتره القادمه، ولا يقال على هذا المنتخب انه تركه ثقيله. هذا الطموح وهذا الهدف بكل تاكيد يحتاج له الى بطولات، ويحتاج اذا ما تم تاجيل هذه البطولات او الغائها يحتاج لان نحافظ على جاهزيه اللاعبين، تتم الحفاظ على جاهزيه اللاعبين من خلال البحث عن مباريات ايام الفيفا داي، وتتم اللي ربما هناك يعني انا من خلال حقيقه حديثي مع الاخ رئيس الاتحاد الاستاذ عبد الخالق مسعود، لربما الاتحاد ذاهب الى اقامه بطوله رباعيه في اذار في ملعب كربلاء. هناك دعوه من السيد وزير الشباب المحترم الى المنتخب السعودي افتتاح ملعب النجف، يعني كل هذه الامور يعني تصب في صالح المنتخب من حيث الجاهزيه والحفاظ على جاهزيه اللاعبين حقيقه. اضافه الى ذلك انا بشكل شخصي يعني حسب معرفتي انه اغلب المنتخبات الاوروبيه خاصه في فترات البرد القارص في بلدانها تلجا الى دول الخليج حقيقه لاقامه معسكرات تدريبيه من ابتداء من الشهر الواحد السنه القادمه واتباعا لذلك. واعتقد انا اقول انه فرصه طيبه ان نتواجد هذه المنتخبات وهي منتخبات عالميه حقيقه لانه اقامه المعسكرات، لانه قلت لك لا تستطيع انه تستمر بتدريباتها في بلدانها، لذلك تلجا الى هذه البلدان الخليج وعلى الاكثر اعتقد في الامارات. لذلك علينا ان نتحرك يعني لا نكتفي فقط في المباراه الوديه او المباراه الفيفا دي، نتحرك كذلك على هذه المنتخبات اعتقد فرصه طيبه لاقامه المباراه التجريبيه او المباراه ضمن ايام الفيفا دي للحفاظ على جاهزيه اللاعبين، وهذا اعتقد يعني ما 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 يعني نقدر نعمله خلال هذه الفتره. اضافه الى ذلك استاذ محمد يعني احنا ككادر تدريب اليوم موزعين الجهد ان نتابع لاعبينا بالدوري المحلي، وفرصه طيبه ان كمدربين منتخب وطني، وحقيقه انا ذهبت الى قبل فتره قصيره الى بطوله السوبر العراقيه للقاء بين فريق القوه الجويه وفريق الزوره في ملعب كربلاء، وتابعت المباراه بشكل شخصي من على مدرجات الملعب. نتابع اليوم الفرق ولاعبينا من الدوري المحلي أكيد. وكذلك اللاعبين المتواجدين في دوري المحترفين. طيب كابتن باسم، العراق مؤخرا وقع اتفاقيه بروكول تعاوني مع الاشقاء القطريين، واللي من خلاله احنا تحدثنا انه الجانب القطري على استعداد لاقامه معسكرات ومباريات ودورات ليس في مجال الرياضه وانما حتى في مجال الصحافه والطب الرياضي وغيرها من الامور، وهذه الحقيقه يجب ان نستغلها ونستثمرها استثمار صحيح لتطور المنشآت اللي موجوده. الان حضرتك ممكن تقدم برنامج للاتحاد، ومثل ما تفضلت حضرتك وقلت انه اكو منتخبات راح تجي الى قطر تستغل فتره البرد القارص، تواجدها في الخليج، الى ان نخوض عدد من المباريات بدل هاتين البطولتين. هذا موجود باجنده باسم قاسم كابتن؟ نعم استاذ محمد، حقيقه يعني يوجد موعد يعني كان المفروض اليوم يعني، لكن الاخوان بالاتحاد العراقي السيد رئيس الاتحاد وقسم من اعضاء الاتحاد يعني متوجهين لاداء مراسم يعني العزاء للاخ الاستاذ مالح مهدي. نعم. وجود يعني حقيقه وفاه يعني يمكن في محافظه السماوه. نعم. واللي نشاركهم التعزيه للاخ عضو الاتحاد الاستاذ مالح. نعم. ولذلك تاجل ان شاء الله غدا الاربعاء ساكون متواجد في مقر الاتحاد العراقي وبوجود رئيس الاتحاد ولجنه المنتخبات واللجنه الفنيه، وطرح هذه الامور بشكل رسمي وحقيقه التباحث في امور يعني احنا الاتحاد ان شاء الله يعني ولجنه المنتخبات واللجنه الفنيه يعني من جانبهم ان يقومون ويبحثون على يعني على محطات اخرى للحفاظ على جاهزيه اللاعبين، واحنا ككادر تدريبي انا وزملائي اخواني في الكادر التدريبي كذلك نبحث على محطات يعني من شأنها الحفاظ على جاهزية اللاعبين، ووحدة من هذه الأمور اللي بكرة إن شاء الله نطرحها في على الأخوان في الاتحاد العراقي، وسنتوصل إن شاء الله خلال الفترة القادمة والأيام القادمة إلى منهاج واضح الملامح إن شاء الله. طيب كابتن باسم، حضرتك عند تسنمك مهمة تدريب المنتخب حرصت كل الحرص لتطعيم صفوف الفريق بلاعبين شباب يكونوا مساعدين للحرس القديم، وهذا ما لمسناه من خلال تواجد عدد من الأسماء الشابة اللي أثبتت فعلا علو كعبها، وهذه تجير إلى باسم قاسم. هذا الموضوع سيستمر تباعا، لأنه حضرتك قلت أنه أنا على استعداد لاستدعاء عدد من اللاعبين المغتربين، اللاعبين اللي يبرزون في صفوف الدوري، وبالتالي أنه عملية البحث عن المواهب هل ما تزال قائمة عند باسم قاسم؟
استاذ محمد، يعني لو تلاحظ حضرتك، يعني حقيقه يعني انا ذهبت الى الاستقرار في كل شيء، يعني مع اعطاء الفرصه للاعبين الشباب من الدوري المحلي او من الدور من المحترفين، لكن اسسنا للاستقرار في كل شيء. اليوم اذا تلاحظ القائمه اللي يعني تكلمت انا قبل قليل انه ارسلناها للمشاركه لبطولة الخليج العربي اللي تتضمن 35 لاعب، وترجع إلى أول ما استلمنا مهمة المنتخب العراقي قبل 6 أشهر أو 7 أشهر، تجد 80% أو 90% من هذه الأسماء هم نفس الأسماء متواجدين معنا، وهذا مهم جدا، هذا مهم جدا أن تكون هاي القائمة الحفاظ عليها، لأنه أنا أعتقد يجب علينا أن نستفاد من تجارب الآخرين، ليس على المنتخب العربي بل يعني المنتخبات كافة. من غير المعقول أنا حقيقة الآن أتكلم يعني كلامي ليس موجه يعني إلى مرحلة ما أو لمدرب ما، لكن أنا أتكلم كمنطق، يعني حقيقة علينا أن لا نتوجه إلى كل مرة إلى تغيير كبير يعني في 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 أسماء اللاعبين، كأن يكون ندعي 20 أو 25 لاعب، ومن ثم بعد انقضاء فترة معينة تجد أنه أغلب هؤلاء اللاعبين ما يتواجدون بالمنتخب العراقي. لذلك أسسنا إلى الاستقرار في هذا الجانب. القائمة اللي حين استلامي مهمة المنتخب الوطني والقائمة اللي أرسلتها قبل يومين، يعني تجد 80 أو 90% نفس الأسماء، إضافة قسم من اللاعبين الشباب، إضافة قسم المحليين أو المحترفين، وبذلك الحمد لله والشكر هذا الاستقرار هو يعطي بثماره، إضافة إلى ما أسسناه من استقرار بتحقيق النتائج الإيجابية. أنا أقول سأستمر بهذه الاستراتيجية إذا ما وجد اللاعب الشاب اللي قادر أن يمثل المنتخب العراقي، مثل ما سجينا باللاعبين الشباب ومثل ما تفضلت حضرتك، وأنا أشكرك حقيقة، وهذا واقع حال أنه أثبتوا هؤلاء اللاعبين هم ليس فقط مجرد للدعوة. نعم. وأنا حقيقة تكلمت كثير حتى مع لجنة المنتخبات واللجنة الفنية بعد ما تعادلنا مع المنتخب الياباني أنه سأزج باللاعبين من الشباب. اعتقد البعض لربما أنه أنا مسألة زج اللاعبين الشباب لربما ستكون تبرير للنتائج، لا سامح الله، ولكن في وقتها أكدتهم أنه مسألة الزج بلاعبين الشباب أنا حقيقة أعطيكم الضمان مع تحقيق النتائج الإيجابية. طيب. ولذلك من خلال حضرتك أنا أؤكد هذه الاستراتيجية أنه اللاعب الشباب المقتدر واللي أثبت علو كعبه، والحمد لله والشكر هذا ما لاحظناه خلال استلامنا المهمة، وإن شاء الله إحنا يعني ماضين بهذه السياسة. نعم. طيب كابتن باسم، الحقيقة السؤال وأرجو أن تختصر الإجابة به لأن عندي كم من الأسئلة، هل هناك نية بعودة ياسر قاسم إلى صفوف المنتخب؟ هل هناك رؤية معينة؟ هل هناك ضوابط يبحث عليه عنها باسم قاسم في عودة هذا اللاعب؟ سارة محمد، أنا تكلمت يعني من بداية الأهداف اللي أعلنتها واستراتيجيتي احتواء يعني كافة يعني سياسة الاحتواء على مستوى الإعلام، على مستوى الجمهور، على مستوى اللاعبين. نعم. وأنا لدي قناعة كاملة أنه كل اللاعبين المتواجدين هم ثروة وطنية، هم ليس ملك لباسم قاسم أو ملك لأي مدرب، بل هم ملك للكرة العراقية. لكن حقيقة احنا بالجانب الآخر مطالبين من جماهيرنا ومن المعنيين ومن المتابعين أنه المنتخب العراقي وفانيلة المنتخب العراقي، أنا مؤتمن على هذه الفانيلة، يجب أن يكون هناك رغبة كبيرة من كافة اللاعبين ويتنافسون على ارتداء فانيلة المنتخب، وعلي أن أحافظ على هذا الجانب رغم سياسة الاحتواء اللي أنا أعلنها. ولذلك أنا خلال استلام المهمة وجهت الدعوة إلى ياسر قاسم لعدة مرات، واللاعب لظرف خاص أو لظروف معينة لم يلتحق، وأعلن اعتزاله الدولي. إذا ما زال السبب بالاعتزال الدولي بكل تأكيد إحنا متابعين لمستوى ياسر قاسم، وأعتقد السبب زال، يعني ياسر قاسم ثروة وطنية حال اللاعبين الآخرين. نعم. ولا يمكن التفريط به خاصة إذا ما يعني وحسب ما يعني سمعت وشاهدت بالأيام الأخيرة أنه عاد عن مسألة الاعتزال، وهو يعني حاضر لتمثيل المنتخب الوطني، ونحن كذلك سنتابع مستواه، وعلى الرحب والسعة لا يوجد أي خط أحمر على أي لاعب، لربما نعاقب لاعب هنا أو هناك حتى لو كان مزاجيا، من اختار أن يكون بعيد عن المنتخب. احنا اليوم استاذ محمد يعني انا اتكلم لك، قلت لك انا مؤتمن اليوم، انا علي ان اتعامل مع كل اللاعبين. نعم. ان هناك سياقات عمل. نعم. سياقات عمل اليوم كائن من يكون، خلي يكون مزاجي. اول شيء احنا موجوده عندنا قائمه ال11 وعندنا مصطبه الاحتياط وعندنا المدرج، يمكن نتعامل مع اللاعب من هذه المعطيات. وبعد ذلك إذا ما لاحظنا اللاعب وفق. نعم. هذه السياقات تمرد على موضوع ما، بكل تأكيد ستجد الإجراء. طيب. موجود، ومثل ما اتخذنا الاجراء مع لاعبين اخرين، يمكن انت في الدعوه الاخيره مع ضد منتخب سوريا
قسم من اللاعبين ما تواجدوا لهذا السبب. طيب فاذا لا ضير يعني انا ما عندي مشكله بهذا الجانب. طيب كابتن باسم ايضا باختصار ارجو من جنابك ان توضح لي تداخل الاولمبي والوطني في اعداده. ربما الحقيقه الان البعض يقول ان الكره الان والدعم الى المنتخب الوطني والمنتخب الاولمبي اللي عنده استحقاق شهر واحد الان الى الان لا معسكر لا مباراه لا التحاق انلغى معسكرين الغاء كذا من المباريات وبالتالي احنا امام مشكله هي مشكله التداخل. باختصار هل هناك راي لباسم قاسم حول هذا الموضوع؟ استاذ محمد للامانه اتكلم لك حقيقه لا يوجد علاقه لا لمدرب المنتخب الوطني ولا لاعبي المنتخب الوطني حقيقه بالغاء معسكرين المنتخب الاولمبي. لا يوجد يعني لمساله التداخل سبب في الغاء هذه المعسكرين نهائيا للامانه اتكلم لك. يعني اول شيء احنا انا يعني يوجد تفاهم كبير يعني بيني وبين الكابتن عبد الغني شهد واللي اوجه له تحيه وتقدير من خلالكم واحنا في دوره برو يمكن في عمان ودائما ما نلتقي وحتى في بغداد يعني حتى في ملعب كربلاء التقينا في مباراه الزهراء والجويه وحقيقه انا حتى مرات اتفاجئ ربما في بعض وسائل الاعلام انه هناك وتكلمنا يمكن اعلنا بشكل رسمي التداخل لا يوجد علاقه. سبق وان اجتمعنا اللجنه الفنيه ولجنه المنتخبات والمنتخب الوطني والمنتخب الاولمبي وحقيقه كان هناك تفاهم كبير في مساله اللاعبين اللي يكونون معنا مع المنتخب في مباراه سوريا واللاعبين اللي يروحون طيب. للمعسكر لكن تم الغاء المعسكر وهذا مسؤول عنه الاتحاد العراقي ليس هو التداخل يعني حقيقه. وانت تلاحظ لحد الان احنا بطوله غرب اسيا تم الغائها واللاعبين الان ما متواجدين مع المنتخب الوطني. اذا لا يوجد علاقه للمنتخب الوطني في مساله الغاء معسكر الاولمبي بل يمكن ربما احنا كان ممكن ان نضرر مساله عدم التاجيل لانه احنا كان ممكن نذهب الى غرب اسيا بدون اي استعداد بدون حتى مباراه طيب. تجريبيه لانه وبغياب 12 الى 13 لاعب محترف طيب. في هذه البطوله نعم. اذا انا اكد لك استاذ محمد ليس من باب التبرير مساله التداخل ليس لها علاقه بقدر ما هي مسؤوليه يعني الاتحاد نعم. بتوفير المعسكرات للمنتخب الاولمبي والدليل اليوم احنا لا توجد عندنا بطوله غرب اسيا. طيب اخيرا باسم قاسم الحقيقه انا سعيد جدا بتواجدك معنا في هذا اللقاء ويسعدني ان اسمع رايك في قضيه مهمه جدا هي رفض اتحاد الكره اعارتك لتدريب القوة الجوية في ظل تأجيل أو غياب عدد من الاستحقاقات للمنتخب الوطني. باختصار كابتن ودقيقتين عندنا يعني ما هو رأيك بهذا الموضوع؟ هل لديك الرغبة كانت بتدريب الفريق أم أنت امتثلت لأوامر اتحاد الكرة برفضك تدريب الفريق الجوي على سبيل الإعارة؟ يعني بداية كل توفيق لنادي القوة الجوية والكادر التدريبي الكابتن راضي شنيشل في مهمته الجديدة. وتدري احنا كمدربين يعني وطنيين ومدربين محليين دائما ما نسعى لخدمه الكره العراقيه اينما تكون من خلال الانديه ومن خلال المنتخبات. انا لدي عقد بشكل رسمي يعني وتعرف يعني لا يوجد الجمع يعني بين عقدين وحقيقه يمكن خلال فتره طرح مهمتي لتدريب القوى الجويه انا لم اتواجد حقيقه في بغداد كان هناك تواصل ما بين الاخوان يعني باداره الجويه وكان كلامي واضح انا مرتبط بعقد رسمي يعني مع الاخوان بالاتحاد العراقي ومن ثم عرفت يعني من خلال الاعلام انه الاتحاد العراقي يعني رفض مساله الاعاره لانه يوجد عقد رسمي ما بيني وما بين الاتحاد العراقي ولذلك نعم. اكرر يعني تهنئتي للاخ راضي شنيشل واتمنى له الخير والتوفيق في قيادته للقوى الجويه. احنا ايضا نتمنى لك الموفقيه والنجاح كابتن باسم. شكرا لتواجدك معنا وإيضاحك الرؤية والصورة اللي الحقيقة الكثير يسأل عنها من استحقاقات للمنتخب الوطني أمامك مهمة إن شاء الله ما تكون صعبة لأنه باسم قاسم لله الحمد إلى الآن نجح نجاحا يبحث عنه الجمهور العراقي وربما طريقة اللعب الجميلة اللي الآن الفريق العراقي يؤديها وآخرها أمام المنتخب السوري الشقيق الحقيقة كان أداء رائعا يجير إلى باسم قاسم اللي أتمنى لك الموفقية والنجاح. إذن سادتي المشاهدين وصلنا لنهاية هذه الحلقة اللي جولنا فيها في أروقة الأخبار الرياضية والمتابعات اللي وضعناها أمامكم أولا بأول وختامها كان مسكا مع المدرب الوطني باسم قاسم اللي كان ضيف عزيز علينا. ملفاتنا مستمرة عبر الشوط الثالث تابعونا يوميا عبر الشرقية نيوز لأنقل لكم أيضا تحيات زملائي العاملين في استوديو البث في الكنترول ومن زميلي مخرج البرنامج علي باقر ومني أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر على أمل جديد يوم غد بإذن الله في حلقة من حلقات الشوط الثالث. إلى الغد أقول لكم في مالها.